الدكتور علي مصلحي. علي مصلحي عضو أمانات الحزب الوطني، العضو في برلمان أو في مجلس الشعب لسنوات باسم الحزب الوطني، وزير التضامن الاجتماعي السابق أو الأسبق في عهد حسني مبارك، والمرضي عنه أيضا في نظام عبد الفتاح السيسي. دكتور علي مصلحي بعد سقوط نظام حسني مبارك في ثورة يناير تم إعادة إنتاجه وتم إعادة تصديره للشعب المصري من خلال وزارة التموين في حكومة عبد الفتاح السيسي ونظام عبد الفتاح السيسي. وعلى الرغم من الفشل الذريع لوزارة التموين خلال السنوات اللي فاتت، وإنها أصبحت عصا النظام، نظام عبد الفتاح السيسي، للضغط على المواطنين في الانتخابات، والضغط على المواطنين في عدم الكلام، والضغط على المواطنين في حضور الاستفتاءات، وزارة التموين كانت عصا يقطها هذا الرجل الدكتور علي مصلحي. أمس تم تداول فيديو جديد لعلي مصلحي وهو بيتهكم على محدود الدخل، بيتهكم على الناس اللي بيستحقوا الدعم، وبيقول عايزين الايه المجرمين اللي في مصر عايزين زيت نظيف، عايزين يعيشوا حياة كريمة أو عيشة كريمة، وبيقول عليهم بيتأنعروا. خلينا كده نشوف الفيديو اللي تم مشاهدته على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات او عشرات الالاف من المرات. متابع انا مش عايز الزيت ده، انا مش عايز الزيت ده، انا عايز زيت بيور سيلة مش عارف ايه. ايه تاخدني دعم وعملت الطلب ايه تاني ايه الموضوع؟ بهذه الطريقة تهكم وزير التموين على محدود الدخل وعلى الناس اللي بتاخد التموين وعلى الناس اللي بتستحق الدعم. مش من حقك طالما انت عايش في مصر انك تطلب حاجة نظيفة، مش من حقك طالما انت عايش في مصر. عبد الفتاح السيسي شايف ان هو بيأكلنا والبيه، وزير التموين شايف ان هو بيدينا من جيبه الخاص. تم تداول هذا الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب صاحبة هذا الفيديو. منهم عمرو حماد بيقول الدعم ده حقه، ووظيفتك انك توصله لمستحقي فعلا، وانت اللي بتاخد مرتب عشرات الالاف علشان تعمل وظيفتك دي، ولازم تعرف ان الشعب اللي بتسخر منه ده سيدك بنص الدستور، السيادة للشعب. العيب مش عليك، العيب على اللي سمح لاشكالك يبقوا وزراء. محمد غنيم ايضا بيقول قرأت تعليق حلو، هو انت هتجيب الزيت من جيب ابوك؟ طيب ما دول بني ادمين، وفر لهم حاجة نظيفة بدون طلب. بيقول كمان شعب رخيص. أما أمين عرفة بيقول يعني أعرف قدرك يا شحات منك له. أمين عرفة بيقول يعني أعرف قدرك يا شحات منك له، معك حق يا معالي الباشا، والله إحنا شعب يستاهل كل خير. آخر تغريدة في الموضوع باخدها من ترافل، بيقول لو الحكومة ما خدتش إجراء معاه على الغل ده، يبقى إحنا فعلا عبيد ونستاهل كل ده عادي، علشان واحد المفروض إن وظيفته خدمية من الدرجة الأولى يستهزئ بينا ويقول كلام بذيء بسيط من الشعب اللي هو المفروض بيخدمه، أو يتهكم على الشعب اللي المفروض هو بيخدمه واللي المفروض بياخد مرتبه من ضرائب الشعب. لكن هي دي الطريقة اللي بيتعامل بيها النظام السيسي ووزرائه مع الشعب المصري، وكأن الشعب المصري أصبح شغال عندهم، والفلوس دي فلوسهم بيصرفوها زي ما هم عايزين ويمنوا على الشعب المصري بيها.